بعد ما شفنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نروح نتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. من هذه الاخبار اجراء وزاره الداخليه قرعه حج هذا العام في عدد من المحافظات، وايضا في ماتشات مهمه جدا في الدوري المصري وكمان في الدوري الانجليزي والاسباني. خلينا نتابع كل ده من خلال التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة التخطيط هتطلق برنامج احتضان الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. البرنامج هيستمر لمدة 6 شهور وبيستهدف التمكين الاقتصادي للمشروعات الناشئة اللي بتشتغل في مجال الاقتصاد الأخضر. كمان النهاردة هتبدأ وزارة الداخلية في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن بمحافظات أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح والبحر الأحمر. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباريات مهمة في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي سيراميكا كليوباترا مع الجونة الساعة 6 والزمالك مع إم بي الساعة 9 بالليل. في الدوري الإنجليزي النهارده في مباراة قوية مؤجلة من الجولة 33 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها ليفربول مع أستون فيلا الساعة 9 بالليل. لعشاق الدوري الإسباني موعدهم النهارده مع مباريات مهمة في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، هيلتقي فالنسيا مع ريال بيتس الساعة 7 بالليل، وغرناطة مع أتلتيكو بلباو الساعة 8 بالليل، وبرشلونة مع سيلتا فيجو الساعة 9 بالليل.